إيه. انا سي با ان بروبليم ردونا احنا كاع لي جان يا با بروبليم انا في الكوميساريا مع 10 عباد دونك انا وتسعه صغير فيهم في عمره 62 صغير والكبير 72 سنه مخلينهم في صال داتونت واحد ما يهضر معاهم ماشي زعما قباحه ولا يعني واحد ما يهضر معاهم اهمال شغل مخلينهم ما على بالهم واش داروا ما على بالهم واحد قال لهم كنت نقدي واحد قال لهم عندي لاطونسيون واحد عنده السكر واحد البروستات وكاع صح كاع بلي بابي تاعهم بلي مرض خلاوهم سبع سوايع ولي يجي يقول لهم نص ساعه تخرجوا ساعه تخرجوا يضمنوها وما قاعدين مساكن حتى لدوكا واحد الفيو اقول لها كاع كانوا كي رحنا لا فيزيت ميديكال لقاو لاطونسيون 17 9 ولا 17 10 خلعت هذيك الميسا قالت له عندك لاطونسيون طالعه قال سي نورمال رحت نشري في المارشي لقيت روحي في الكوميساري سبع سوايع دونك عيب وعار عليكم يا النظام معليش طلبه ترفدوا طلبه موالفين ضربوهم موالفين تحقروهم صح خلاص دوك وليتو ترفدوا 72 سنه ويجوزوا لا جورني كاع في كوميساريا عيب 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 وفي رمضان ومرض كاع عيب يا نظام الرخص يا نظام السرقه يا نظام الكذب يا نظام اللي سرقتوا الجزائر ما تحشموش وطلبه ثلاثه جايين خرجوا كاع معاهم وكل ثلاثه وانساو بلي تحبسوا ثلاثه انساوها كاع او شنو نقدر نقول يعطيك الصحه داونا في السيلي كنا فيها 6 بيرسون كنا واحد 5 ايتيديون الباقي كاع شيوخ كبار فوق 60 في عمرهم 16 في سيلي الوحده ايماجيني وفي رمضان في السخانه 16 في سيلي الوحده داونا كاع شيوخ كبار ما حشموا ما والو رفدوهم نور يا خويا نقول لهم وكيلكم.